أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أحبتي الكرام، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله في الأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين. أحبتي الكرام، سنتكلم عن موضوع عظيم وجديد يحتاجه كل واحد منا، بل يحتاجه كل مسلم صادق ينتمي إلى هذا الإسلام العظيم. والأمر يتعلق أحبتي الكرام بحقوق الأخوة في الله، حقوق الأخوة في الله. يقول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الأخوة بالله أحبتي الكرام نعمة قدسية، نفحة ربانية يقذفها الله عز وجل في قلوب عباده المخلصين الصالحين الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى، فيقذف الله عز وجل فيهم هذه النعمة ألا وهي نعمة الأخوة بالله. ولهذا يقول الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت، يعني ما ألفت بينهم، ولكن الله سبحانه وتعالى ألف فيما بينهم ورزقهم المحبة فيما بينهم، هذا في الدنيا قبل الآخرة أحبة الكرام. بل أكثر من هذا، أن الله سبحانه وتعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بمعنى أن الأخلاء الذين تجمعهم الصداقة في هذه الدنيا، الأخلاء يومئذ بعضهم غدا يوم القيامة سيكونون أعداء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يستثني من عباده هؤلاء الأخيار المؤمنين الذين لا يعرفون في الدنيا، لا يعرفون التعصب ولا يعرفون الطمع ولا يعرفون الفرقة، وإنما يجتمعون محبة لله، وإنما يتجالسون محبة وطاعة لله سبحانه وتعالى. نعم أحبتي الكرام، ولهذا كانت الأخوة صفة ملازمة للإيمان، فلا إيمان بدون أخوة ولا أخوة بدون إيمان. القرآن العظيم أكد على هذا، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أكد على هذا، وهو الذي جعل من الأخوة بالله جعلها سببا لتلذذ حلاوة الإيمان. جاء في صحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمعوا لهذا الحديث وتمعنوا فيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. أولا، أن يكون الله ورسوله
أحب إليه مما سواه، وهذه معلومة من الدين بالضرورة، وهي عقيدة نلزم بها. ثانيا، وأن يحب المرء، هذا المشاهد عندنا، أن يحب المرء، يعني يحب أخاه المسلم، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ثالثا، كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نعم أحبتي الكرام، فالشاهد عندنا ديننا والشرع الحديث يرغب الناس أن تحسن الظن في إخوانهم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ثم قال: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم على بعض إلا ذلك. ثم كذلك من حقوق الأخوة في الله أن نستر إخواننا إذا سطروا أنفسهم طبعا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن باللسان ولما يكون الإيمان قلوبهم، بمعنى هؤلاء ادعوا الإسلام فقط بلسانهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تتمة الحديث: لا تغتابوا إخوانكم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في جوف بيته. أحبتي الكرام، فالإنسان كلنا عيوب، لكن المطلوب هو أن تصحح عيوبك، لأن الله سبحانه وتعالى قد يبتليك. إذا رأيت ما رأيت فادع الله سبحانه وتعالى بالصلاة، وادع الله سبحانه وتعالى بالهداية، وإذا استنصحك المسلم فانصحه وبادره الصلاة، وإلى غير ذلك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أحبتي الكرام، ثم كذلك من حقوق الأخوة في الله أن نساعد إخواننا بالمال، بالعلم، بالذكر. أعطاك الله عز وجل المال ساعد المال، أعطاك الله عز وجل العلم ساعد المال، بالنصيحة إذا استنصحك فانصحه، وهكذا. ومما ينبغي كذلك أن نستحضره الإيثار، أن نقدم مصلحة إخواننا على بعضنا، وهذا من شيء الصحابة رضوان الله عليهم. ثم ختاما، الدعاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الدعاء لأخيك المسلم، دعوة المسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة المسلم لأخيه المسلم مستجابة، عند رأسه ملك موكل. أنت تدعو لأخيك المسلم: يا ربي أغفر لي، أخبرت بأن الأخ المسلم مريض وأنا أحبه في الله، اللهم يا ربي اشفيه. عند رأسك ملك موكل، أنت تدعو معه، والملك يقول لك، يؤمن لك ويقول لك: اللهم آمين ولك بالبيت. بمعنى الملك يؤمن لك ويقول: اللهم امين ولك بالملك. وهذا خير كريم. الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا كل دعاء قربة الرب، واستغفر الله المستغفر الوضوء. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في المسلمين، l'islam n'a pas seulement un ensemble de croyances et de pratiques utiles, c'est aussi une morale et de relations humaines. Le prophète alayhi salatu wa salam insiste sur l'amour vis-à-vis de son prochain. La fraternité en islam repose principalement sur l'élément de la religion. Allah azza wa jalla dit dans Sourate Al-Hujurat, Sourate Al-Mizabashkoman: les croyants ne sont que des frères, et par laisser la concorde entre vos frères et craignez Allah Azza wa Jalla afin qu'on vous fasse miséricorde. Et dit aussi Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Ali Imran, la famille de Imran: et comprenez-vous que ce semble au harb au karl d'Allah Azza wa Jalla, et ne soyez pas divisés, et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait vous êtes devenus frères. Chers frères et chères sœurs, le couronnement de la finalité de cette fraternité, c'est l'amour pour Allah Azza wa Jalla, car le vrai croyant aime pour Allah. Le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam dit trois choses: s'ils sont chez une personne, il aura trouvé la douceur de la foi. أولا، premièrement, Allah Azza wa Jalla et son messager soient plus aimés auprès de lui que d'autres personnes. Deuxièmement, qu'il aime une personne et ne l'aimant que pour Allah, Azza wa Jalla. Troisièmement, qu'il déteste retourner à la mécréance après que Allah Azza wa Jalla l'aurait sauvé, comme il déteste être jeté dans le feu. Ahibas et Kiram, chers frères et chers sœurs, nos frères et nos sœurs ont des droits sur nous. Premièrement,
Et vous les informez quand on les aime Allah Azza wa Jalla. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, lorsque quelqu'un aime son frère, il en informe. Bien évidemment, il y a la même chose pour les sœurs entre elles. Deuxièmement, il faut qu'on soit facile envers nos frères. Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Hijr, sois bienveillant à l'égard des croyants qui te suivent. Troisièmement, le bon traitement de nos frères. كما نخبركم انه ان شاء الله تعالى هناك صلاه جنازه ان شاء الله تعالى بعد صلاه العصر نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر هذه ان شاء الله تعالى ثم كذلك ربما احدهم اسمه محمد بن كذلك ربما توفي ربما الصلاه عليه ان شاء الله تعالى اليوم لاهل الحقيقه في المسجد على ان نسال الله سبحانه وتعالى لهؤلاء ولبيتنا ولهذا الشخص الذي توفي نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر له اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه واكرم نزوله ووسع مخاله ومحسن بمائه وتلجه وبرد فلقيه من الذنوب والخطايا كما يتقى الثوب الابيض من الدنس والله سبحانه وتعالى ان يغفر للوالدين ولابائنا وامهاتنا ولاجدادنا وجداتنا ولشيوخنا ولكل من له الحق علينا واسمحوا لي ربما للاخص الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى اقول ما تسمعون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه ثم هناك صلاه جنازه بعد صلاه الجمعه ان شاء الله. Thank you.